السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي قررت لاخر لحظه عاد نصوره. صراحه انا جيت عند هذا السيد هذا اللي كتلاحظوا عنده جميع انواع الاشياء اللي كتعلق بالحلويات او بالمطبخ المغربي او لا بالمطبخ بصفه عامه، يعني داكشي ديال لاباتيسخي وكل شيء. فحبيت نشارك معكم، كذلك بغيت نوريكم بعض الاشياء اللي انا خديتها من عندهم في اخر الفيديو غادي نشاركهم معكم، وكذلك الاشياء اللي عنده هنا لربما تحتاجوها وتبغيو تعرفوا حتى نتوما فين جاء هذا السيد هذا. فالمهم باش نعاود نهضر لكم عليه، هذا السيد عنده تقريبا كل شيء، جميع انواع الاشياء ديال لاباتيسخي وبلي كاليتي بانواعها، يعني بالكاليتي الاولى الثانيه الثالثه، كل شيء كيتبدل على حسب الثمن وعلى حسب شنو كتطلبوا شنو كتحتاجوا. فصراحه عنده لي مول شي حاجه خطيره زوينين بزاف بزاف بزاف. كذلك داكشي ديال لي زانيفيرسير كيدير، داكشي ديال عنده محل اللي كيصاوبوا داكشي ديال السابات الختانه، يعني ديال جميع انواع المناسبات كيكريو لي طابل ديال البوفيه ديال كلشي. المهم هنا عندهم هاد الموز ديال الحلويات، المول العجيب الصغير، يعني جميع انواع لي مول صغار. هاد القطاعات ديال الحلوى تا هما اللي خرجوا دابا جداد بريستيج زوينين. عندهم من ضمنهم هاد الكارطون ديال لي كاب كيك اللي كيدخلوا ديريكت الفران اللي كيتحطوا تا هما في لي زانيفيرسير، وعندهم جميع انواع الليمون حتى الليمون الغاليين اللي خرجوا دابا هو دايرهم ثمن زوين. وعندهم هاد التشكيلات ديال السيليكون كيدخلوا حتى للفران. خديت منهم صراحه انواع 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 من هادو واعرين، وجربتهم شي حاجه طوب خطيره. كي قلت لكم غنشارك معكم في الاخر، كذلك غادي تسمعوا هو شنو غادي يقول لكم وفين جا المحل وكل شيء. يعني حاولت انني نشارك معكم بعدا شنو عنده، وهذيك الساعات ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. فصراحه انا البنات انا تقديت من عنده، يعني تقديت من عنده بزاف ديال الاشياء اللي كنت محتاجاها. خديت هذاك الليمول دو سيليكون، خديت هذا الليمول هذا ديال مانيوم اولا ديال انواع ديال الكلاص، انا خديت هذا لو روز هذا. صراحه جاني السيليكون ديالو قاصح وزوين وعجبتني حتى لا فورم ديالو، شي حاجه جديده يلا خارجه. والاثمنه عنده جد جد مناسبه البنات، بزاف بزاف بزاف. وصافي غادي نخليكم هنا باش تسمعوا حتى واش نغي يقول لكم. فين قطع جينواز ديال لا جينواز؟ ديال لا جينواز هذا المول الجديد، هذا كاين هذيك كاين ديك المول ديال الطبقات، هادو اللي خرجوا للخار هذه 150 درهم 100 درهم اللي كيسولوا عليهم الناس. شحال هذا؟ هذا ديال القلب، هذا شحال كيديروا؟ هذا 150 وكاين هنا طيح مسكين، درتو فيهم بروموسيون 130 درهم. منهم حتى هذاك حتى هو؟ كاين هذا ديال السيراميك مول عجيب، هذا الكبير كبير شحال؟ هذا 100 درهم كيبقى ب 90 درهم، 90 درهم. كاين هذا 80 غيبقى لك اخر شي 70 درهم، 70 درهم. وكاين هذا ما يتقشروش، ما كيتقشروش. وكاين الدوزيام ديالهم، كاين الدوزيام ديالهم خايب خايبين. هاو عندي تزيين، وهادو ليمون كلهم ديال الشوكولا كيصاوبوا فيهم حتى ال، لا هادو ديال الشوكولاتة والفران، ديال الفران ديال السيليكون. هاو التزيين ديالو هو هذا، هادو ديال 60 درهم، 60 درهم. ولكن هذا تيتقشر ماشي بحال هذا. قول لهم لادغيس، قصريت حسن الرقم 28، رقم 28 قصريت حسن، عند أنس وبادر وأمين. صافي. والمهم كيف سمعتوا هو لادغيس ديالو اللي قال، كذلك انا غادي نوريكم فين جا. هذه الدرب عمر، يعني في الهبطه ديال الدرب عمر فين كاين قصريه الشينوا، كذلك كاين هذه القصريه هذه اونفاس معاها للاسم ديالها هو الفوق نوريه لكم. وهذا السيد عنده كي قلت لكم هذه الخرجه بحال هكا اللي كيبيع فيها هادشي ديال الحلويات، وفي الجنب عنده المحل اللي كيكريو داكشي ديال الاعراس الحنه والسوابع وكلشي. ف ها هو يعني لادغيس جد واضحه وباينه. وحاجه اخرى اللي كنأكد عليها، يعني صراحه عنده حوايج واعرين 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 بزاف، عندهم كل من يتعلق بداكشي ديال البوفيه بصفه عامه، يعني من الصغيره للكبيره اي حاجه كتسوليها عنده، يعني جميع انواع ليمون الصغار، ليمون ديال ليكيش، هادو ديال الكارطون اللي خرجوا جداد حتى هما جوطابل، يعني كتخدمي بهم كتحطيهم بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند، الناس اخرين هادو كديري فيهم البريوش ولا الكيكه ولا اللي بغيتو.
عندهم لي مول صغار ديال الفقاس ديال لي جويف ديال بريستيج، عندهم انواع لي مول ديال لي سيليكون، داكشي ديال الشوكولا لي سيليكون ديال الشوكولا، كلشي يعني اي حاجه طاح لك في البال عند هاد السيد هذا. المهم اللاطات، انواع اللاطات ديال الغريبه البهله، وكي قلت لكم كلشي كلشي كلشي. صراحه عنده اثمنه زوينه بزاف بزاف، وانا خديت من عنده حتى هاد اللي كيقادو فوق منها لاطارت يعني، وخديت من عنده القطع ديال لا جينواز اللي كيقطعوا لا جينواز من الوسط، خديت من عنده داك لاكا كيكون كاغي يعني خاوي من تحت. المهم انا غنوريكم كلشي، نخليكم هكا تشوفوا بعدا وما غير تعرفوا، حاول تنتقل لكم الفيديو باش يكون عندكم علم على كلشي يعني، عنده من الصغيره للكبيره، وداكشي عنده بلي كاليتي وعلى حسب الاثمنه اللي كتناسب للجميع يعني. اللي عنده اللي ما عندوش يتقضى، واللي عنده اللي ما عندوش يصاب لي كومونتا هو ويخدم على راسه وصافي. دابا غنمشي لدار ان شاء الله ونوريكم شنو خديت. المهم الغزاله ديالي هنا من بعد ما رجعت للدار. صراحه هذا الفيديو انا تاخرت عليكم بزاف 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 على حطيته يعني، تقريبا هذا الفيديو هذا صورته ملي كنت في المغرب، ودابا جيت ديجا للطاليان يعني عن تحت لي الفرصه باش انا نعاود نحل هادشي ونوري لكم. المهم اول حاجه غادي نبدا معكم باش ما نطولش عليكم، خديت هاد لي فورم هاد ديال السيليكون اللي كتشوفوا كيجيو هكا يعني، كيجيو شي حاجه واعرين بزاف. هادو ماماش بزاف ديال اليوتيوبرز بهم طباخات يعني اللي كيصاوبوا الحلويات بريستيج، كيصاوبوا بها حتى الغريبه البهله، كيديروها على هاد الشكل ولا اي غريبه باش ملي كتقلبهم كتجي هاد الوسط هذا، كيعمروه من داخل يا بالكريم ديال اللوز يا اما بالكونفيتور يا اما باي حاجه. المهم هاد السيليكون هذا لا فورم ديالو زوينين، كذلك لي كيك اللي كيجيو هكا صغيورين بريستيج. فهذا النيميرو ديالو هو 92 15، الريفيرونس ديالو بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوه. وكذلك هادو راه يمكن لكم ماشي ديروا فيهم غير الحلو يعني، كديروا فيهم حتى المملحات لي كاب كيك صغار اللي كيجيو مالحين معمرين بالطون، وهذا اكيد ان شاء الله النهار اللي غنجربهم غادي نبارطاجيهم معكم. كذلك خديت هاد لا فورم هادي اللي كتجي على هاد الشكل هادي بحال الوريضه كي كتلاحظوها يعني، صراحه شي حاجه واعرين. فهادي الريفيرونس ديالها هي 92 51. وكذلك هذه عاوتاني حمقاتني بزاف بزاف، هادو كيجيو لي كيك هكا كيجيو فنين، اولا كي قلت لكم لي كاب كيك كيجيو مالحين حتى على هذا الشكل، هادو كيجيو هكا ملي كتحيدوهم كتبقى لكم هاد الخويا هنا، يمكن لكم تعمروهم ببلاصوص طوماط والطون يعني الا درتوهم مملحين، ولا بالفخوماج غابي ولا اللي كان. كذلك ديروا فيهم لي فلون صغار ولا دي كيك صغار ولا دي غاتو يعني، شي حاجه واعره بزاف بزاف بزاف. وهادو انا صراحه خديتهم الشوكولا يعني، كنبغي نصاوب لي شوكولا، تكونوا ديجا شفتوا واحد لا فيديو ديالي في راس العام كنت صاوبت لي شوكولا في الدار يعني، ما كانش عندي دي مول ديال السيليكون اللي انا ما كانوش عندي بزاف. فدابا خديت هاد الليمون هذا، شوف من داخل كيف كيبان يعني، تقدروا تخدموا بجوج انواع ديال الالوان ديال الشوكولا يعني، بحال نواغ وبلون، ولا تكولوريو داك البلون بشي كولور واحد اخر بالنسبه للناس اللي عندهم عيد ميلادات ولا سابع ولا شي مناسبه. وكذلك عاوتاني هادو هاد لا فورم هادو. فهنا البنات هاد لي سيليكون هادو اللي انا طلعت معايا لايطاليا، وكاينين تقريبا شي 4 ولا 5 خليتهم ديجا في طنجه يعني في المغرب، خليتهم ديجا في المغرب في دار اخرى الوغ ما طلعتش معايا جميع لي فورم اللي خديت. وهادو عاوتاني هاد الليمون هادو تاهما حمقوني، هذا ديجا انا استعملته ولكن ما حطيت لكمش الفيديو، ان شاء الله غنعاود نحطو معكم. حتى هاد الليمون هادو يمكن لكم ديروا فيهم كيجيو هكا رقيقين يعني، كتصاوبوا فيهم الفقاس ديال لي جويف اللي كيجي هكا من بعد كتقطعوه كاغي. وانا ما جربتش فيه فقاس ولكن درت فيه الكيك بلا كريم باتيسير وتفاح، جات صراحه روعه روعه روعه، وكياخذ ما كياخذش حتى المقادير بزاف يعني، بيضه وحده كافيه يعني، جوج بيضات انا كنصاوب بيه هاد جوج ديال الليمون بجوج بهم كيجيو شي حاجه طوب. وبالنسبه للليمون الصغار فانا خديت هادو ديال المول العجيب، هادو اللي كيجيو هكا طالعين كيجيو على هاد الشكل هادو، وكاينين عاوتاني هادو مبسطين فانا وريتكم غير شويه منهم. هادو خديت منهم انا 12 يعني، هادو كيجيو زوينين هكا. وخديت عاوتاني هاد المول هذا عفوا هذا اللي كيسميوه المول العجيب
ملي كتقلبي الكيك كتجي هذيك الخويه في الوسط هنا. الا بغيتي تعمليها بلا كريم باتيسيير وتزوقيها بالفوق بالفواكه مقطعين طريفات صغار. وشو اخر خديت عاوتاني كذلك خديت هاد الطابيه هادي ديال لي ماكارون على هاد الشكل هادي حتى هي زوينه ان شاء الله. مين غنجربها نجربها معكم. نتمنى انه يستقل لي يعني حنا ديما في السيليكو. وكذلك خديت هذا اللي وريتكم في الفيديو قلت لكم انا خديت هاد لو غوز هذا بالعويدات ديالهم. صراحه ما عرفتش حاليا اشمن بواطه درتهم. خديت العود كاين العود سامبل وكاين العود اللي كيكون كولوري بالالوان. المهم خديت انا هذا كيجيو صغيورين ما كيجيوش بزاف يعني ما كياخذوش لك العماره بزاف وكيجيو زوينين في المناسبات كيجيو شي حاجه بريستيج. وهاد القطاعات خديت صراحه حتى الاخر عند لقيت راسي خديت جوج ديال القطاعات شبه بحال بحال فقط هي الزواقه اللي مبدله يعني هذاك الشكل ورده وهذه على هذا الشكل هكا غير هما كيجيو ساهلين بالنسبه للتقطع. وهادو صراحه كانوا حتى في الدار عند ماما بالنسبه للمرتخى يعني كانت ولدات درنا السابع على لا فورم ديال القليب كنا درنا به حتى سلو يعني سلو كيجيك على هاد الزواقه هادي عوض ما تقسي كتزوقي به بوحديتك يعني هادو كيجيوك ساهلين. وصافي خديت هادو ديال لي كاب كيك هادو كنت خديت منهم شويه بزايد يعني جبتي هاد جوج هادو معايا لهنا ايطاليا لانيفرسار ديال وليداتي والاخرين خليتهم كذلك في المغرب. هادو باكيات فقط غير 15 درهم هاد لي سيليكون حسبهم ليا تقريبا ب 15 درهم ولا مع 18 درهم باش خلاهم ليا جو بونس 15 درهم. هادي اللي كان شي شويه غاليه يعني تقريبا كدير شي كذا 40 درهم وهادي حتى هي بشي 20 درهم ولا 25 درهم والقطاعات ب 8 ديال الدراهم. وهاد ليمون هادو بحال اللي حسبهم ليا بجوج دراهم ولا مع جوج دراهم ونص للوحده يعني ماشي بزاف. وهنا في نفس نطاق ليمون فخديت صراحه حتى هذا هاد الليمون هذا كي قلت لكم كاينين هاد الليمون اللي خرج ذات بريستيج ولكن على حسب لي كاليتي. فصراحه انا ديال 150 درهم ما قدرتش ناخذه فخديت هذا شبه بحالو قال لي حتى هو الناس بزاف كياخذوه خديت هذا بالحق باقا كاع ما جربتوش هذا كاع بصفه نهائيه يعني ان شاء الله تنجربو ونشوف. خديت هاد لافورم هادو كيجيو زوينين هاد لي بول هكا كيجيو مهزوزين. وهنا عاوتاني خديت هاد الليمون هذا بالحق هذا البنات انا جربته هاد الليمون جربته ولكن صدق الحديد ديالو صراحه ما عجبنيش بزاف. هادي واحد الحاجه نيجاتيف هادشي كامل هو ديال لي كيس اللي كتجي الليمون ديالو اللي كيتهز هكا من تحت في هذيك بحال هكا يعني خصك ضروري تخدمي بيه بالبابي كويسون اولا يمكن الغلط اللي درت انني من ساليت بيه غسلته في الغساله ديال الماعن صافي ما تحملش هذيك الغساله داكشي علاش جاو فيه شويه ديال لي تراس شويه نوار المهم اولا الحديد. المهم من بعد خديت هادي ديال الحلوه كانت ناقصاني وهنا عندنا شي شويه غاليه انا خديتها من عنده صراحه حسبها لي جو بونس هي ب 60 مع 70 درهم اللي كتجي هكا كدور تعيدي العبر ديالها تكون ديال 28 سنتيم وهي ديال بلاستيك زوينه مع الموس ديالها اللي تا هو باش نصابو الحلوه يعني باش تقادي لا فورم ديالها. وكذلك هاد هادو حيتهم الباكي ديالهم كيكونوا مرقمين على هادو هاد الجنيبات اللي كتقدي بهم الشكل اللي بغيتي. المهم يعني انا ديما يلا مبتدئه يعني الحاجات اللي كيخرجوا جداد تنزل في المغرب صراحه كاين بزاف 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 ما يدار. هذه الباكي خديت فيه هاد الربعه هذه كامله حسبهم لي جو بونس ب 15 درهم. وصافي هذه ديال العبارات ديال لا عاود ما دير معلقه معلقه يعني كتستعمل هادو تقريبا فيهم ربعه ديال لي فورم وفيهم لي ميزور اللي فيهم راه كيكون ديجا مكتوبين هنا فيهم لي ميزور ديالهم. هادي حسب هادي جو بونسي 8 درهم. ومن خديت هادي خديت البوش ديال السيليكون شي حاجه واعره بروفيسيونيل يعني السيليكون واعر واعر هذا هو الباكي ديالو بالرئاسه ديالهم باش كيخدمو بيهم ولي فورم زوينين حتى هو. هذا بوش صراحه زويون وكذلك كيبيع حتى الريوس الاخرين الا بغى الواحد يزيد لي فورم ديال هاد الشكل هادو اللي خارجين دابا فعلاش لا يعني حتى هذاك لي فورم كيكون عندهم. وصافي من بعد خديت كذلك هذه اللي كنكتبو بها في الصابلي
يعني في لاباطا سوكر ولا في لاباطا موند اللي كتكتب فيها الاسامي والحروف. هذه حتى هي زوينه خديتها من عنده بوانيت، يعني تقريبا كيقول لكم تواجد عنده كل شيء، اي حاجه كتقلبوا عليها. وخديت هذا لو مول هذا اللي كتاخدي به انت العبار اللي بغيتي، يعني يتوسعيه هذا هذا جميع المستعملات تقدروا تستعملوه به. اول حاجه بالنسبه لجينواز، يعني كتاخدي العبار اللي كتبغي تخدمي به، هذا باش كيسهل. وبالنسبه للناس اللي كيصاوبوا داكشي ديال الطبخ، يعني كيشدوا تقياس بيه ديال لي سالاد وكلشي، راه غتلاحظوا الفيديو اللي درت ديال الشواء والعراضه، يعني بهذا باش كيشدوا العبار الوسط ديال السالاد باش مثلا كيجي داكشي بيان اورغانيزي. وصافي اخر حاجه جو بونس وما هادو، خديت هاد الكيت هذا شي حاجه قاصحه، يعني كانوا عندي ولكن دغيا دغيا كيتهرسوا اولا، المهم هادو ما كيتحيدوش وما كيتسداوش، شي حاجه زوينه هادو بجوج بهم حسبوا 120 درهم. وهذا المول هذا جو بونس حسبوا ليا ب 35 درهم ولا مع 40 درهم هذا. المهم تقريبا هذا الشيء اللي انا خديته وطلعته معايا حتى لهنايا، يعني باش نحاول نخدم به ونقاد به الامور شي شويه. انا شاركت معكم كاين شي تويشيات اخرين خديتهم ولكن للاسف ما طلعتش معايا، خليتهم في المغرب. المهم نتمنى ان هذا لا فيديو هذا يكون خفيف ظريف ويكون نال الاعجاب ديالكم، فما تنساونيش كيف ديما بلي لايك والاعجاب ولي كومونتير وداك التعليقات الزوينين زوينين زوينين ديالكم ديال التشجيعات. ونقول لكم السلام عليكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.